كاينه كاينه اللي في الاجماع. لا لا في البداية شكرا لكم جميعا على المواكبة. كما تابعتم اليوم كانت عقد مجلس الجهة دورة استثنائية خصصت لتدارس خمس نقاط أهمها مشروع برنامج التنمية الجهوية الذي تم التحضير له منذ مدة عبر مراحل متعددة وبمقاربة تشاركية مهمة جدا، لا من حيث التواصل مع السادة أعضاء مكتب الجهة ولا كذلك مع كل فاعلين ترابيين بأقاليم وعملات بعملات وأقاليم جهتنا ولا المجتمع المدني ولا كذلك الهيئات مع الهيئات الاستشارية الثلاث التابعة لمجلسنا أو المنشأة أو المحدثة لدى مجلسنا، بالإضافة إلى كذلك كثير من الفاعلين الترابيين والفاعلين الإداريين اللامركزيين، وأخيرا التعاون والتشارك وتقاسم الرؤى مع كثير من القطاعات الحكومية، لعلها مع 19 وزير من الحكومة اللي تقسمنا معها الرؤية حول هذا البرنامج ديال 2022-2027. يتميز هذا البرنامج بأنه جاء إلى حد ما شاملا ومنسجما ومتكاملا مع الرؤى الاستراتيجية لبلادنا، بالإضافة إلى أنه يتجاوب مع كثير من طموحات المواطنات والمواطنين وساكنات جهة فاس مكناس، خاصة فيما يتعلق بالجانب المرتبط بالجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي في شقه المرتبط بالتشغيل والتعليم والصحة وشق المسالك والطرقات. إذن كنعتبروا بأن هذا المشروع يستجيب لكثير من الحاجيات وسيكون إن شاء الله رافعة حقيقية للمجالات المنتمية لجهاتنا كلها. أود أن أشير أيضا إلى أن هذا المشروع طموح جدا، فالمرصد له هو 29 مليار درهم، تساهم فيه الجهة بحوالي 8 مليار درهم، و 21 مليار درهم كلها سنعتبر بأنها أنجزت بناء على إقناعنا وتواصلنا مع باقي الشركاء الذين سيساهمون بها في هذا البرنامج. جزء من هذه البرامج موجود الآن ويتم تنزيله على أرض الواقع، وجزء آخر تمت المصادقة عليه في هذه الجلسة المرتبط بالموضوع ديال تتميم الجانب السياحي، وأنتم تعلمون بأن الجهة ديالنا متميزة في جانبها السياحي من حيث الموروث الثقافي، من حيث الأصالة، من حيث احتوائها لمدن تاريخية إمبريالية، من حيث كذلك توفرها على مناطق جبلية ومناطق كذلك غباوية. إذن التنوع ديال الجهة ديالنا خلانا نوجدوا واحد المشروع تنموي متنوع، أيضا تنوع خصوصية الجهة ديالنا. نأمل أننا من خلال هذا العمل نستجيب لبعض طموحات الساكنة ديال الجهة ونبدأ عملا نؤمن بأنه لن يكون مكتملا وكاملا، لكن المعول على استمرارية المؤسسات ديال بلادنا كما استمرت القيادة ديالها الملكية منذ
ما يزيد عن 12 قرن، بمعنى أننا إن شاء الله نحن نأمل أن هذا الشيء يتم التنزيل ديالو، كل حاجة فوقتها وكل حاجة بالأسلوب الذي يليق بهاته الساكنة، خدمة للتنمية في الجهة ديالنا، وطبعا من خلال ذلك مساهمة في التنمية ديال بلدنا بصفة عامة، خاصة وأننا مقبلون على محطات مفصلية في المستقبل إن شاء الله القريب، أذكر منها طبعا احتضان بلدنا الكان 25، واحتضان كذلك لكأس العالم 2030 ومدينة فاس، أي مقر الجهة ديالنا من ضمن المدن التي ستحتضن بعض المباريات، لكن الباقي الأقاليم الجهة أيضا ستكون مطلوب منها أن تستقبل كثيرا من الزوار، كثيرا من ربما الرياضيين، ونأمل إن شاء الله أن نكون بالفعل قد ساهمنا في هذا. لا أريد أن أختم هذه الكلمة دون الحديث عما أشرت إليه خلال هذه الجلسة، من أننا بقدر ما تأسفنا لحدث ديال الحوز، بقدر ما تنعجزوا بأمرين خلقهما هذا الحدث، ربما نقمة في طيها نعمة، فبقدر ما نترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للمصابين، بقدر ما نسجل بأننا على أتم استعداد للمساهمة في إعادة الإعمار وإعادة البناء وفقا للتوجيهات ديال سيدنا، واللي بلا شك بلا شك أنا أتنقول بأنه جميع المواطنين أبانوا عن تضامن خاص في هذه المحنة، وبأننا في الجهة ديالنا كتضامن أيضا ومساهمة، خصنا في ميزانيتنا التي صدقنا عليها يوم 2023 واحد المبلغ ديال المساهمة في الصندوق ديال محاربة هذا الأثر، أثر هذا الزلزال، ديال 35 مليون درهم، بالإضافة إلى التعويضات الخاصة بي شخصيا كرئيس وباقي مكونات المجلس التي تتلقى تعويضا شهريا لمدة شهر. نأمل أننا نكون ساهمنا في تخفيف الألم عن إخواننا المصابين والمتضررين في هذه الجهة. أخيرا بغيت نأكد بأننا منخرطون في هذه الجهة في كل ما من شأنه أن يدعم تموقع وتنمية المغرب تحت القيادة الرشيدة لسيدنا الله ينصره جلالة الملك محمد السادس. شكرا.